إلى جميع الطلاب الأحباء في كل مكان وزمان، الله يعطيكم ألف عافية. درس اليوم founded and funded. أنا أكيد في التلاميذ كتير يمكن بعضهم أو ما حدا وضح لهم الفرق بين founded and funded، ولا أسهل من هيك. founded assessed أو أسسنا. I founded New York Center in 1988. أنا أسست مركز نيويورك، مع نيويورك اللي هو المكان اللي أنا بعلم فيه، in 1988 في سنة 1988. أوكي؟ ولكن لاحظوا الكلمة التانية هي funded. The project was funded by very rich people. المشروع تم تمويله. يعني مول تأمل له مال مصاري من قبل من قبل ناس كتير غنيين. أوكي. لكن founded funded. أوكي. بتمنى إنه ما بقى نرجع نغلط بمعنى هالكلمتين المهمين. يعني عن جد كلمات أيام بسيطة، حرف واحد تصور زدنا حرف الأو غير المعنى كله، واللفظ يختلف. انتبهوا. founded funded. I founded funded. أوكي. I founded New York Center in 1988. The project was funded by very rich people. لكن founded هو أسس، أنا أسست، أو you founded أنت أسست، أو they founded هن أسسوا، وفيك تحط الكلمة اللي بتناسب وراها. ولكن funded هو تمويل. فينا نقول the project will be funded، سوف يتم تمويله لهالمشروع، يتم تمويله. يعني فيني استعمل كمان كverb، فيني استعمله بكل تصريف او اي تصريف انا بحب اني استعمل. اوكي، بتمنى درس كمان هيك دروس سريعه ولكن مهمه مفيده حلوه. اوكي، on fire ما هيك بنقول. اوكي، بتمنى اللي بعد السماع من سبسكرايب للشانل عندي، please do so لحتى يوصلك اول باول انت يوصلك الفيديوز. ما تنسوا كمان that notification bell ring ring ring. okay، بيقولوا بالعربي ولا تنسى ان تفعل الجرس. okay. all right. so until I make another video you guys take care of yourselves and I'll be talking to you real soon. bye bye for now.